ينضم إلينا من بون الألمانية سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، كيف تبعت هذا القرار سيد جاسم، خاصة عندما تنظر إلى آلية تطبيقه؟ نعم، ما يتعلق في القرار هو يعتبر قرار مكمل إلى القرار 2178 الخاص في الجماعات المتطرفة، وبالتحديد الجماعات الدول أو مؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم اللوجستي والدعم المالي إلى تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى. الأهم في قرارات الأمم المتحدة، للأسف هنالك عدد من القرارات التي صدرت في موضوع مقاتلي الأجانب، الأهمية هي في آلية التنفيذ. آلية التنفيذ هنا يحدد القرار أنه ضرورة الإبلاغ عن العناصر وكذلك الأموال التي تتحرك عبر هذه الدول، وكذلك ولكن بالتأكيد هنالك كيف يتم إلزام الدول الأعضاء؟ من خلال متابعتي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، هنالك لجنة لمكافحة الإرهاب وكذلك هنالك لجان معنية في متابعة القرار تقوم في مقاطعة المعلومات التي تحصل عليها هذه اللجنة مع المعلومات التي تقدمها الدول حول الإرهاب بشكل عام وحول العناصر التي تتحرك والأموال التي تتحرك. عندما تثبت أن هذه الدول مرت بها شخصيات وأموال ولم تقدم هذه المعلومات، يعني اللجنة تقدم تقريرها إلى الأمم المتحدة، واللجنة الأكبر هي لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، في حينها تكون هنالك إجراءات، وما بعد هذه الإجراءات من حق الأمم المتحدة أيضا تفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سياسية على تلك الدولة. نعم، ولكن كل هذا يعني يتطلب الكثير من الوقت، صحيح سيد جاسم؟ يعني فبهذه الأثناء إلى أي درجة، أين الأهمية في هذا القرار؟ كيف سيختلف عن قرارات سابقة فيما يتعلق بالإجراءات المشددة على المتشددين؟ القرار هو يلزم الدول أو يلزم الدول المعنية في محاربة التطرف والإرهاب والأعضاء والموقعة على موضوع ميثاق الأمم المتحدة أن تقدم المعلومات، بما معناه أنه الدول سوف تكون موضع رصد ومتابعة من قبل اللجان الخاصة في تنفيذ القرار، إلى جانب ما تحصل عليه لجنة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الإنتربول الدولي والإنتربول في بقية الدول بالحصول على المعلومات. فإذا هو ملزم في تقديم المعلومات والتفاصيل، ويعتمد على البيانات والمعلومات التي تحصل عليها هذه اللجان في حركة الأشخاص. فإذا هنا تكمن الأهمية، ما هو حجم المعلومات والبيانات التي تستطيع أن تحصل عليها؟ وأجد أنه الآن المزاج العام والمناخ العام دولي بأنها ضد الإرهاب، وأنه يجب أن تكون هنالك فاعلية في تنفيذ القرارات. طيب، صحيح فعالية، ولكن يعني العنوان الرئيس دائما أنه الوقت الذي سيستغرقه هذا إلى أي درجة سيكون عمليا، خاصة الوقت الراهن خوفا من عودة الأجانب. بموضوع الجماعات المتشددة، كيف هي ستتحايل على هذا الموضوع؟ هنالك دول بالتأكيد أنه تحاول أن لا تعطي أي مستمسك أو معلومات أو شواهد بأن هنالك أموال وأشخاص تتحرك على أراضيها. موضوع الوقت هو يعني يعتمد على لجان المتابعة، وأجد أنه الآن يعني المجتمع الدولي وانعكاسات موضوع تمويل الجماعات المتطرفة وكذلك الدعم اللوجستي بدأ ينعكس على خاصة على الدول أوروبا وكذلك الغرب. فأجد أنه هنالك يعني حملة من الإجراءات والعلاقات العامة في تفعيل القرارات، وأعتقد أنه يعني ربما هذه المرة يكون أفضل من المرات السابقة، كون أنه المناخ العام الدولي يعني لا يساعد بالتهاون أمام أي دولة تكون متورطة في عملية يعني الدعم الجماعات المتطرفة والإرهاب. شكرا جزيلا لك سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا من بون الألمانية.